السلام عليكم، إليكم قائمة أفضل هواتف سامسونج الاقتصادية من فئة الجالاكسي أي لعام 2023، المواصفات زائد الأسعار. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة ل 100,000 مشترك. فضلا منكم أن يسمعوا بضغط زر الاشتراك وفعل زر الجرس وخضر كل توت أو أول، ولن تسلم القناة مادية دائرة عبر ضغط زر الشكرات ميرسي أو تانكس. تابع الفيديو حتى النهاية. الهاتف الأول الجالاكسي A02. تم إطلاق هاتف الجالاكسي A02 ضمن هواتف سامسونج الاقتصادية في بداية عام 2021، وهو يتميز بشاشة بحجم 6 إلى 5 إنش مع كاميرا أمامية في نوتش على شكل حرف V، الشاشة من نوع LCD وبدقة HD+. الهاتف مزود بالمعالج ميديا تك MT6739W مع معالج رسوميات Power VR ROG GE8100، مقترن برام 2 أو 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 أو 64 جيجا بايت، يدعم تركيب ذاكرة خارجية حتى 1 تيرا بايت. في الخلف يأتي الهاتف بكاميرا ثنائية العدسة الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، والعدسة الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل ماكرو للتصوير القريب وفلاش ليد. يمكن للهاتف التقاط مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، ويأتي ببطارية 5000 ميلي أمبير، ويدعم الشحن بقدرة 8 واط تقريبا، ويدعم منفذ المايكرو USB. السعر يتوفر بسعر 99 دولارا أمريكيا، أي تقريبا هنا في المغرب سوف تجده ب 1100 درهم مغربي أو 1000 درهم. في المرتبة الثانية هاتف جالاكسي A03S. يعتبر الجالاكسي A03S هاتف رائع يتمتع بمميزات جيدة بسعر اقتصادي، فهو يأتي بشاشة ممتازة جدا وستتعامل مع واجهة الوان يو اي المميزة من شركة سامسونج، كما انه يضمن لك سنوات عديدة من تحديثات الامان. يتميز بشاشة 6.5 إنش بدقة 1600x720 ميجا بيكسل ومعدل تحديث 60 هرتز. على وعلى ذلك تأتي الشركة مع فتحة أو الشاشة عفوا تأتي الشاشة مع فتحة Infinity V التي تحتوي على الكاميرا الأمامية، ونسبة عرض الارتفاع تبلغ 20:9. يعمل بمعالج 80 نواة هيليو P35 MT6765 مدعوما بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجا بايت قابلة للتوسيع مع منفذ بطاقة الذاكرة الخارجية الميموري كارد حتى 1 تيرا بايت. يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا أساسية بدقة 13 ميجا بيكسل وكاميرا ماكرو لتصوير قريب 2 ميجا بيكسل وكاميرا عمق 2 ميجا بيكسل. أما بالنسبة لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل. هناك أيضا بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط. تشمل مواصفات سامسونج جالاكسي A03S الأخرى على مستشعر بصمة مثبتا على الجانب، كما يحتوي الهاتف أيضا على ميزة التعرف على الوجوه. السعر فهو 126 دولارا أمريكيا، أي تقريبا في المغرب سوف تجده ب 1300 درهم مغربي. في المرتبة الثالثة هاتف الجالاكسي A12. يعتبر A12 واحدا من أفضل هواتف سامسونج في الفئة الاقتصادية، فهو يأتي بأربعة خيارات مختلفة في الألوان وسعات التخزين. يتميز بشاشة من نوع Infinity V توفر دقة HD+ وبمقاس 6 إلى 5 إنش، وتحتوي على كاميرا سيلفي بداخل ثقب أو يعني بدقة 8 ميجا بيكسل. كما يعمل الهاتف بمعالج 80 نواة من نوع Helio P35 وبتردد 2.3 جيجاهرتز و 1.8 جيجاهرتز. ويأتي بكاميرا خلفية ثلاثية مع فلاش في إطار مستطيل بدقة 48 ميجا بيكسل، وهي الكاميرا الرئيسية للهاتف، كما يأتي بعدسة أخرى بدقة 13 ميجا بيكسل وعدسة ثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل. ويتميز هاتف سامسونج من الفئة الاقتصادية الجديد بذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 3 جيجا بايت أو 4 جيجا بايت أو 6 جيجا بايت، ولديه ثلاث خيارات تخزين 32 و 64 و 128
25 جيجا بايت، ويحتوي أيضا على ذاكرة بطاقة مايكرو اس دي تصل حتى 1 تيرابايت. السعر وهو 160 دولار أي 1600 درهم مغربي. في الرتبة الرابعة هاتف الجالاكسي A04S. ويتميز هاتف الجالاكسي A04S بسعرها الاقتصادي وببعض الميزات اللطيفة التي سيحبها مستخدمي هذه الفئة، فهو يأتي بشاشة ذات معدل تحديث مرتفع وكاميرا خلفية رئيسية ممتازة وعمر بطارية أكثر من كافي للاستخدام على مدار يومين مع الاستخدامات المتوسطة. بالنسبة للمواصفات فهو يتميز بشاشة من نوع PLS LCD مقاس 6.5 إنش بدقة 1600x720 بيكسل وجودة عرض HD Plus مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وكاميرا أمامية تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وكما يحتوي على عدستين بدقة 2 ميجا بيكسل للعمق والماكرو، ويمكن للهاتف تسجيل فيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما تدعم الكاميرا تقريب يصل إلى 10 مرات. يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع إمكانية زيادة سعة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية بسعة تصل إلى 1 تيرابايت. ويحتوي الهاتف على بطارية ضخمة أيضا بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير في الساعة، ولكن الهاتف يفتقر للشحن السريع ويتم الشحن عبر منفذ USB Type C. السعر وهو 133 دولار أي تقريبا 1400 درهم مغربي. وأما في الرتبة الخامسة والأخيرة هاتف الجالاكسي A22. يعد الجالاكسي A22 أحد أفضل هواتف سامسونج من فئة الـ A لعام 2023. يتميز هذا الجهاز بشاشة بحجم 6x6 إنش وبدقة Full HD Plus بكثافة 399 بيكسل في كل إنش. كذلك تقدم عرض بمعدل أو يقدم عرض بمعدل تحديث 90 هيرز، وهو أمر جيد لمحبي الألعاب للاستمتاع بلعاب الألعاب المتوسطة بسلاسة في عرض الرسوميات والإطارات. جاء بمعالج جيد في هذه الفئة وهو ديمونسيتي 780 نواة من ميديا تيك، يعمل بتقنية 7 نانومتر. المعالج يقدم أداء جيد تحت الاستخدام فوق المتوسط ومرفق مع معالج رسوميات مالي جي 57 MC2. أبرز ميزة في هذا الجهاز هي الكاميرات والتي تقدم صورا غاية في الاحترافية. وحدة الكاميرات الخلفية تضم عدسة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 تلتقط صور جيدة، وكاميرات ثالثة أو كاميرا ثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 لالتقاط صور بزاوية واسعة، وثالثة أو الكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 للعزل عن الخلفية. السعر يبدأ من 238 دولار يعني 2400 درهم مغربي. برأيك ما هو أفضل هاتف سامسونج من الفئة الاقتصادية، وهو يعني حقا يوفر لنا تجربة ممتعة وثمن جيد؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.